بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يسأل: ما حكم الذهاب إلى بلاد الكفار وذلك من أجل العمل فيها؟ لا يجوز الذهاب إلى بلاد الكفار ما دمت تجد عمل في بلد المسلمين. ما دمت تجد عمل في بلد المسلمين لا يجوز لك تذهب إلى بلاد الكفار من أجل العمل فيها. وأيضا إذا كنت تستطيع الإنفاق على نفسك وتستطيع عندك ما يكفيك من المال فلا تذهب. فإذا كان عندك ما يكفيك أو ليس عندك شيء ولكن بلد المسلمين فيه عمل، وما أكثر الأعمال في بلاد المسلمين والحمد لله، تشتغل ببلاد المسلمين وبين المسلمين وتصلي مع المسلمين ولا تروح البلاد الكفار.